يلا خد خد امسك نفسك شويه. الحمد لله راك يا فواز. امسك اشرب دول بالشفا ان شاء الله. يلا الحمد لله سو ربنا انا فرحان فيك. المهم انت عملت معاهم ايه؟ عامل ايه؟ عملت عبيد طبعا، الكتره تغلب الشجاعه. ايه؟ تمسك نفسك شويه يا فواز. ايوه المثل بيقول من خاب سلم. والنبي ارحمني من امثالك ده يا حاج. صحيح. اخرت خدمه الغز علقه. ايه هتيجي ما تقلقشي. شفت اهي فاجئتنا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حاج نور. عايزك يا ده مرسي. هذا حاج خير يا حاج. في ايه؟ اخبار بنتك يا شفا؟ الحمد لله يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع ده علشان صفقه كبيره معروضه على الشركه. اختصار الصفقه دي فيها فلوس كتير واسم الشركه هيترفع فوق. بعد اذن قطع كلامك يا حاج، هي الصفقه دي عباره عن ايه؟ حلو السؤال. يرحم الله يا حاج. جيب لي برشامه تانية. ارحمني بقى من البرشامه ده والنبي. ارحمنا وارحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعه توكيلات لمجموعه شركات من بره مصر. هياخدوا 70% من انتاجنا السنوي، يعرضوه في دول جنوب شرق اسيا وبعض الدول الاوروبيه. باربع اضعاف الثمن. ايوه بس مش 70% من انتاجنا كتير شويه يا حاج؟ هو ده الكلام اللي انا قلته للحاج يا ابني. بس هي بصراحه صفقه مغريه. ما هو ده اللي مخلينا افكر فيها. يبقى بقى لازم نشتغل عليها ونفصصها كويس قوي. طب وانا جامعهم النهارده عشان كده. واحنا جاهزين يا حاج. جاهزين ايه يا خناقه ولا ايه؟ اقعد يا ابني اقعد. انا بقول لكم روح اضربوا حد. زكي قوم يا حاج. عايزك تاخد ورق المشروع ده تدرسه صح، القانوني منه، الثغرات والمشاكل، فاهمني؟ 24 ساعة. صعب قوي يا حاج. امال ايه اللي جاهزين وقمنا؟ اعتبره حصل. مرسي وامر حاج. اسامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر، يعني مين اللي يعرفهم في مصر. تهمني قوي دي يا مرسي. ها 48 ساعة. تحت امرك يا حاج. كده بقى يا حاج نتفرغ انا وانت وربنا يعيننا على الراس الكبيره، نخلص ونجيب اخره. حماك العزيز طبعا. انا ورانا غيره. ايه يا ريتنا ما جبنا سيرته. شو اخبارك يا فاديه؟ بابا ايه يا روحي؟ الحقنا يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ انا بهدلت بغيابك يا بيي. مين بهدلك يا روحي؟ تعال شوف يلي حصل في مايا. لك شو صار؟ احكوا. طلع مجوز ثلاثة غيري يا بيي. ثلاثة؟ فواز الصياد طلع مجوز غيرك ثلاثة وعلى زنته؟ لا لا لا، أنا ماني مصدق على الحكي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ شفت هالكذاب النصاب شو عمل؟ صياد؟ لا، طلع صياد ماهر وعرف يحطني بالشبكة بيناتهم كلهم. عجيبة وغريبة. دايما بيذكر ربه. وش حادي وراه بالسجادة وبعدين بيحكوش اسنانه بالمسواك وما بيسلم على الستات، يطلع متجوز ثلاثة. لا 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 لا، لشو كان بيكذب علينا وليه مخبي هالسر؟ مثل ما نحن خبينا عليه انه كنت مخطوبة. وكيف عرف انك كنت مخطوبة؟ لك طلع عارف كل شيء، هيدا انسان مش هين يا بيي. يلي فكرنا موسى طلع فرعون. أنا مش رح أقدر أستحمل هالشغلة، ولك هيدا مجوز كوارث، هول أو رح يجننوني أو رح يموتوني. لازم شوف لك صرفة معه، روح احكي معه. روحوا يا جماعة روحوا، خلينا نفكر بعقل وحكمة. شو بدي روح أقول له؟ أنت متجوز ثلاثة وبنتي الزوجة الرابعة؟ حيقول لي يا سنين بيه الشرع محلل لي أربعة. والشرع محلل لي بالطلاق. لا يا حبيبة قلبي يا مايا. ما تغلطي يا روحي، هلا ما في طلاق، خلينا نفكر ونتكتك بهدوء. اخو المحلوشي طلع فيه عرق لبناني. مستنيه ايه يا روح امك؟ لما جوزك عينه تزوغ على واحده تانيه
ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها. ياما حرام عليكي ما تقوليليش كده. فواز لا يمكن هيطلقها. بأمارة ايه يا حبيبتي؟ على راسك ريشه؟ على ايديكي نقش الحنه؟ يا بنت يا بنت ده انا خايفه عليكي. فواز ما بيطلقش من واحده خلف منها. انا عارفاه كويس. وبعدين انا حاجه تانية، ده هو اللي مخليني احط لهم كلهم حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش. ده انا ستر وغطاء، مش ممكن فواز هيجي في يوم ويبيعني. ايه الغباوه دي؟ وانت بقى فرحانه الاخ معممك ولبسك السلطانيه وهو مقضيها بالتنسينا. مالكش دعوه باللي بيني وبين جوزي يا تسوقي. واما يا اخويا ابقى اشتكي لك، ابقى تعالى بخ سمك. لا سم ولا احزنون، انت اللي جايبه في الجنينيه وعماله تعيطي. في حضن امي يا اخويا بشكلها همي وبقول لها اللي نفسي فيه، ولا دي كمان كتير عليا. واذا ما كانش ليا مكان في بيت ابويا وامي هي اللي تقولها. لا ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتوحين لك يا دنايا. طب عليا يا اختي طبطبي، واحنا ان شاء الله البيت يولع بينا نهار عشان ترتاحي. غوري علقتك دحيه. ايه الغباوه دي؟ وبعدين الراجل ده هيفضل مبرطع في خيرنا واحنا مرميين رميه الكلاب دي؟ قلت البيه اللي بيدافع عنه. انا بدافع عن اختنا. اختنا؟ وإذا كانت أختنا شايفة حقنا بيتسرق وساكتة. لا إله إلا الله، هي ملهاش دعوة. يعني إيه ملهاش دعوة؟ الله، إذا كان يا ابني ساكت على حقها فيه، مش هتسكت على حقنا إحنا وفلوسه؟ طبعًا يا بيه، كل يوم جوازة لوز مقشر، وإحنا شغالين شغلانة سودة، بناخد منها كام ملطوش ما يكفوش حتى الدخان. كل واحد بياخد نصيبه، ما تبصش لغيرك وأنت هترتاح. وإذا كان غيري ده واكل نصيبي، أسيبه؟ ولا ما تردي يالا، ما تردي يا بتاع الجامعة. أرد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه. على التقليم؟ يا نهار اسود، هنشتغل عمال واحنا اصحاب مال. حياة امي ما يحصل ابدا. وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس. سوقي حلوه التورته اللي جابتها النهار. صدق انت واد بارد. شوف يا استاذ فهمي، انا قريت التظلم بتاعك وده خلاني ارجع للملف بتاع حضرتك وادرسه من جديد. اكتشفت ايه بقى؟ ادخل. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. لا اتفضل يا باشا. شكرا استاذ. شكرا يا اسماعيل. اتفضل يا باشا. شد الباب. اتفضل. اكتشفت ايه بقى في ملف حضرتك؟ ان كل الفواتير الموجوده مش مختومه، عشان كده اترفضت، وعشان كده اتحدد لك التقدير الجزافي ده. واللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي يا استاذ فهمي انك ترجع تراجع حساباتك تاني من جديد او تشوف لك محاسب يظبط لك الدنيا، انما انا شخصيا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. يا استاذ علي، يا استاذ علي، المبلغ المطلوب ده خراب بيوت، وانا مستعد اعمل اي حاجه بس يخس ويقل شويه معولين. وعلى فكره بقى يا استاذ علي، انا برضو ما بنساش الجميل وعينيا الاتنين ليك. شوف يا استاذ فهمي، لا اقدر اقول لك دلوقتي ان انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. اتفضل بقى من غير ما تفوت. الو مين؟ ده مش موجود. مش عايزه كفته يا ماما. كلي اللي قدامك يا نهى. انت بتزهقي في البيت ليه يا حياه؟ ما تسيبيها تاكل اللي هي عاوزاه. مش لما تاكل انت الاول يا ست؟ انا بتحب باكل اهو. بتاكل فين يا علي؟ انت من ساعه ما قعدت ما حطيتش لقمه في بقك، هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا حياه، انا دماغي مش رايقه عشان انت حياتك دي. اه ده انت مش طايقني بقى وكلامي واقف في زورك. انا بصراحه اتخنقت ومش عارفه ايه اخرتها. بقول لك ايه، لا اخرتها ولا اولها، اديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي. لا بقى، ده انت الشيطان ضايق في نافوخك بجد. ما تاكلي يا بت. طب ما تقول انك واخدها حلوانه في سلوانه عشان تخلع. ايه اخلع دي يا حياه؟ هتنقي كلامك امال. والله انا قوت الكلام من جنس العمل يا علي. بقول لك ايه،
انا مش عاوز خناق وانا مش عاوزه